أنا الدكتور محمد خلف العز، استشاري السلامة والصحة المهنية للاتحاد الأفرو آسيوي ورئيس مجلس إدارة جريدة نبض مصر نيوز والمستشار الإعلامي لجريدة نيوز نيوز زد والمستشار الإعلامي برضه جريدة الجمهورية اليوم وجريدة شبكة عشان خطر. مش هتكلم كتير عن اكتوبر لان العظماء اللي قاموا بالحديث سبقوني في الحديث افاضوا واستفاضوا بجد، بس انا اقول لحضراتكم ان مصر كانت ماضيه على جميع الاتفاقيات الدوليه الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه وتنميه بيئه العمل منذ الخمسينات. أنا ابتديت أحضر مؤتمرات دولية بداية من 2005، المؤتمرات اللي كنت بحضرها كان فيها من جميع الدول العربية، الدول الأفريقية، بعض الدول الأوروبية، بجد معظم الأحاديث اللي كانت بتتم أثناء اقتراحات هذه المؤتمرات للمؤتمر الدولي للسلامة والصحة المهنية وتنمية بيئة العمل كان بيبقى فندق روبوتين المطار، كان بيبقى على مدار 4 5 أيام. جميع المشاركين أو معظمهم كانوا بيتحدثوا عن إن مصر قد إيه هي شامخة، قد إيه هي عظيمة، قد ايه هي ليها جيش من ايام الفراعنه، وان احنا بجد جيش عظيم لا ينحر الا لاسباب ربما تكون اسباب طبيعيه او اسباب مصطنعه، لكن الجيش المصري جيش عظيم بسواعده وابنائه. قد ايه مصر دايما هي مقبره للغزاه للمستعمرين، قد ايه احنا بنقدر نقفل على نفسنا في بعض اوقات الشده وبنطلع باذن الله احسن مما كنا وافضل مما كنا. جيل السبعينات وبالاخص جيل حرب اكتوبر هو مثال عظيم جدا لكل مصري وافتخار. انا كان ليا عدد 2 من خلاني شاركوا في هذه الحرب العظيمه، وقد ايه هم حتى ما توفاهم الله كان لهم مكانه عاليه جدا 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 في اسرتنا او في العائله الكبيره، وربما كمان في محافظه اسكندريه. وانا النهارده واقف بقول ان ليا شرف ان يبقى خالي سعيد محمد حجازي و خالي روضان محمد حجازي من مشاركين في حرب اكتوبر العظيمه. انا عاوز اقول بس لحضراتكم ان بجد في المؤتمرات الدوليه اللي بنشارك فيها باسم مصر بجد بيبقى انا عن نفسي على المستوى الشخصي ببقى فخور جدا 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 لأي حد من خارج القطر المصري بيتحدث قد إيه إحنا كنا في 73 جيش لا يقر لولا تدخل يعني عوامل مصطنعة أو عوامل طبيعية. وأنا سعيد جدا إن أنا قدام القامات، سعيد جدا إن أنا شرفت تعاملت مع الإعلامي محمد بيه السالي، شرف ليا يا استاذ احمد، وتحياتي وتقديري لحضراتكم دايما يا رب بصحه وسعاده. السلام عليكم.